سيادنا السلام عليكم وصباح الخير وصباح اي حاجه زوينه نتمنوها. اليوم قلت غادي نقدم معكم واحد الحليوه انا بعدا كتعجبني بزاف 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 بزاف. الناس اللي كيعجبهم لي نوازيت غادي تجيهم على قدام هذه الحلوه حيت ما فيهاش اصلا طحين، فيها غير لي نوازيت. وهنا غادي نوريكم شنو غادي نزيد معاهم اخر باش كتعطينا واحد لاطارت اللي رائعه في المذاق. انا مطامي لاطارت اللي كحماق عليه، ماشي طارت مي كتجي بحال طارت صغيره هكا. اليوم غادي نقدمها للقهوه، نديرها مع القهوه الكوتي بيسكو اليوم الحد واخر نهار ديال الويكاند وغدا الخدمه وغدا ماشي نهار، يعني ماشي نهار عادي، غدا نهار سبيسيال لان اخر نهار عندي في الخدمه اللي انا فيها دابا، ونهار ثلاث ان شاء الله غنبدا في بلاصه جديده في خدمه جديده. دونك بزاف ديال التشوق شويق ماشي تشوق شويق، بزاف ديال الحوايج اللي غادي تكون ان شاء الله جديده. وكنتمنى ان هذه البدايه تكون بدايه خير. دونك ما غاديش نطول عليكم في الهضره بزاف، كنبقى نهضر بزاف. دونك غادي نحتاج لهاد الحلوه هذه، كتسمى هاد الحلوه كتسمى حلوه ديال بودابست راكم عارفين مدينه. دونك كيف قلت لكم بودابست مدينه في هنغاريا، هنغاريا هي العاصمه ديال هنغاريا. ودونك تعيطوا لهاد الحلوه حلوه ديال بودابست. دونك غادي نحتاج المقادير بالنسبه لي، غنحتاج لي نوازيت لي انا تنشريهم بحال هكا. نورمالمون هو تيقول لك في لا ريسيت كيقول لك خدم بالطحين ديال لي نوازيت. انا حيت ما كنلقاش طحين ديال لي نوازيت كناخذ لي نوازيت بحال هكا صغار وتنطحنهم بالميكسور. ميكسور مورايا، مهم كنطحنهم بالميكسور مزيان مزيان حتى كيرجعوا لي بحال هكا، كترجع لي بحال الطحين، غير هو كيكون شويه كيكون ما كيكونش رطب، كيكون واقف شويه. وانا كتعجبني ذات المذاق هكا واقف، كيجي المذاق ديال لي نوازيت هكا في الفم. تري بون. دونك غنحتاج لي نوازيت، انا نوريكم القياس دابا شويه. غنحتاج المايزينا وغنحتاج السكر. بالنسبه للنوازيت غنحتاج تقريبا ديسيليتر ونص، انا عيني ميزاني، انا ما كنتبع الصراحه لا غوسيت ديما هكا. المهم غادي ندير دونك فوالا. غادي نحتاج هو تقول لك فلاوسيت كيقول لك دير ديسيليتر ونص، انا كيعجبني الصراحه للنوازيت دونك كنكثر شويه من واحد جوج، غندير جوج برك. وغنزيد عليهم هاد الجوج هادو، غنزيد عليهم ديسيليتر واحد ديال السكر. وغادي نزيد المايزينا، غنزيد نص ديسيليتر المايزينا. وغادي نحرك هاد العناصر الناشفه غادي نحرك هاد العناصر هادي. هكا ودابا غادي ندوز البيض اللي غادي نخلطو حتى كترجع عندي واحد كترجع عندي بيضات وقاصح من كنقلبو ما كيتهرقش. اربعه ديال البيض غادي نطحنو مع غادي نخدو مع ديسيليتر ديال السكر. دونك فوالا ديسيليتر السكر باش غادي نطحن باش كنقول كنطحن غادي نبقى انا كنحرك وانا كنزيد في السكر هانتوما باش ما نفرع لكمش راسكم حيت الصوت ديال هادي مجهد. انا غادي نهدا ونوريكم.
دونك من بعد ما طرب البيض البيض ديالي مع السكر كتشوفو بحال هكا كنقلبها. قولوا لي هاي غطيها لك، لا كيطرا والو، ها بحال هكا خاصها تكون قاصحه يعني ما تقلبلكش ملي تقلبها. دابا هي وجدت باش عرفتها وجدت، ملي كديرها بحال هكا ما كتقلبش. دابا غادي نخلط هذا الخليط ديال لي نوازيت مع السكر مع المايزينا، وغنبقى نقلب في هذا، غنخلطو مع هذا الشيء، وانا كنخلط كنقلب في هذا الشيء هذا باش كنخلط باش هاد العناصر كتجانس بحال هكا غير بشويه، لان كتشوفوا هي راه قاصحه داك هذيك، خصني الهواء اللي فيها خصني ما يخرجش، تبقى لي داك الهواء فيها. كنخلط بحال هكا حتى كتجانس لي هاد العناصر غير بشويه، باش الهواء اللي انا قبيله وانا كنطرب فيها باش يدخل لهداك الهواء ما يخرجش وتفسد لي. نزيد داكشي اللي بقالي، كتجي تري بون، كتجي اكثر من رائعه، جربوها وقولوا لي رايكم. وسهله ما فيهاش عذاب، كيف تشوفوا سهله بزاف. كنبقى نخلطي بحال هكا، دونك فوالا شديت داك الخليط ديالي و ايطاليتو على هاد الخطار اللي غيدخل الفران، كان ايطالي هكا كيولي رقيق تقريبا نص سنتيم. دابا غادي ندخلو الفران على درجة حرارة 175 دوغري حتى كيطيب. كي المهم كيرجع لون ذهبي دايما الحمره ما يخليهش يتحرق، ونرجع لكم. دونك فوالا دابا دخلت هذاك الخليط ديالي الفران، دابا غادي نذوب الشكلاط في حمام مريم، غندير الماء يطيب وغندير فرنو شي قطار ولا شي حاجه في الماء يذوب لي الشكلاط باش غادي نزوق الحلوه من بعد. غادي نطحن، غادي نخد لا كريم شونتيي باش بها غادي نزوق، غادي نعمر داك الحلوه بها، ومن بعد ملي نكون غادي نزوق غادي نرجع لكم. يا دونك استعدنا، انا خرجت الحلوه ديالي من الفران كيف تشوفوا خدات داك اللون ذهبي، خليته تقريبا 15 دقيقه في الفران، من بعد حليته وسديته وخليتها دقيقه ولا جوج صافي حتى بحال هكا كتجي، وخليتها تبرد. دابا غادي ندير منها كاريط اخر ونقلبها. غادي نزول هاد الكاريطة بشوية، بحال هكا انت تشوفو تجيني بحال هكا. دابا غادي ندهنها بلا كريم شونتيي، وغادي ندير فوق منها عندي فوق منها المندارين اللي شريته هكا الصراحة في العلبة كيتباع نقي، وغندير توت البري، ومن بعد غادي نروليه. خليكم معايا غتشوفوا، غندير طبقة ديال لا كريم شونتيي تكون مغليضة سينو غتخرج لي على الجناب. وكضروري خصها تبرد، لأن إلا كانت سخونة غدوب لي لا
كريم شانتيه اللي راح طابق منها. هاد الحلوه من اروع الحويجات اللي كندير عندك هادي، وعندك واحد الحلوه اخرى ديال الحلوه ديال الكوك، حتى هي ما فيهاش طحين بحال اللي عنده الرجي ديال الجلوتين. كنديرها غير بالكوك فعوض دقيق. دونك اللي عنده الالرجي ديال الجلوتين هادو معتبرين. بالنسبه عندك كل الرجي ولا ما عندكش؟ انا ما عنديش الرجي وكنحماق عليهم، كيعجبوني لان هذه كتجيب مذاق هكاك، مذاق للنوازيت. والاخرى انا كنحماق على الكوك، تجي عوض غير كتاكل غير الكوك هكاك، رطيبه ولذيذه. دابا ان شاء الله ندير لكم لا غوسيت. غير تبعوني وغير بارطاجي وغير اشتركوا، وغادي ندير معاكم بزاف ديال الوصفات، وماشي غير وصفات، انا راني واعداكم انا غندير بزاف الحوايج، فيديوهات اللي غنستافدوا منها كاملين. واللي قدرت يعني الا قدرت ننفع شي واحد بشي معلومه انا كنعرفها، والله ما زعما ما نخبيش عليكم، اللي قدرني عليه الله ان ننفع به شي حد اخر من قلبي، يعني علاش لا؟ حنايا غير المغاربه قليلين في هذه البلاد، ما زعما ما نكره، زعما نتعاونوا ونعاونوا بعضياتنا ونتلاقاو ونتعرفوا ونتضامنوا. الدنيا كيف تقولوا فايته. دونك فوالا هكا دهنتها كلها هكا بطبقه ديال لاكريم شانتيه. دابا غادي ندير فوق منها هاد التوت البري ديالي. الطريقة غنخليها شي وحيدة الديكور. راني دايرة الموسيقى وكنخاف يديرو لي حقوق الطبع والتوزيع، غنقص منها شوية لأن كنخاف يبلوكيو لي لا فيديو حيت كنسمع الموسيقى. كيعجبني صراحة نسمع الموسيقى ملي كنكون واقفة في الكوزينة، مي كنخاف يبلوكيو لي لا فيديو، داكشي علاش خصني نقص باش ما تسمعش. كيكمل بهاد الطريقة هكا. بالنسبة هادي أول مرة أنا غندير فيها هاد التوت البري، موالفة كندير فيها لي فرومبواز معرفتش كنسميهم، التوت حتى هو بحال داير بحال لي فخيز، مي المهم مذاق اخر شويه، هو مذاق ماشي حلو. وغادي ندير لي مندارين حتى هما، المندارين كيجي حتى هو كيجي رائع في المذاق، ما كتجيش حلوه بزاف هاد الحلوه هادي، حيت عارفين انها هاد لي فوي هادو ما محلوينش، وخا هي لاطارت يعني الخليط ديال لاطارت دايره فيه سكر، مي لا كريم شونتيه ما فيها لا سكر لا والو، ولي فروي خلاص ما سكر ما حلوينش. غادي نخلي وحده من الديكوراسيون. لي مزيونين غنخليهم الديكوراسيون. كتجي والله العظيم عيا نشكركم فيها، خصكم تجربوها. ما نبقى واخا نوقف هنا 100 عام وانا تنشكر، الا ما ذقش الواحد ما يقدش يحكم. هلا وهذا نخليهم الديكوراسيون. دابا غادي نلويها نروليها، غاتجيني بحال انغولو، غادي نبدا نلويها بحال هكا وغير بشويه باش ما تهرس. ها
الحرجة وكان لوبيتي على الشكل هذا. غتجيني ان رولو بحال هكا، غادي نحطو في القطار اللي غنقدم فيه هذا، نهزها غير بشويه لانها رتات بدغيا غتهبس. علاش قلنا رتات بدغيا غتهبس؟ وحيت ما هزيتش واحد الطرف ويطيح لي. دونك دابا كتجي بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي نزوقها بالشوكولا وغنزوقها بلا كريم شانتيه اللي خليت قبيله في الفرن. اول حاجه غادي نرش عليها سكر سبيس سكر غلاسي ونزوقها بالشوكولا وعاد ندير لها لا كريم شانتيه. دابا اليوم غندير هاد لاطارت وغدا حيت اخر نهار عندي في الخدمه ترتع وخصني ندي معايا اون طارت باش كنقول غادي نعرض عليهم اخر نهار ليا نعرض عليهم شي حاجه جديده باسكو هما صراحه عطاوني دي كادو نهار الجمعه جابوا لي دي كادو مزيونين الا بغيت نوريهم لكم. دونك بغيت صراحه نقدم لهم حتى انا شي حاجه ان غوميرسيمون على داك لا بيريود اللي دوزت معاهم صراحه بلاصه زوينه ديال الخدمه يعني. المهم والحياة تستمر. انا اللي ما بغيتش نبقى انا اللي بغيت نبدل. دونك كيف تشوفوا الشكلات انا ديجا هو داب، غنهزو بالمعلقه بحال هكا وغادي بحال هكا ندوزو. نديرها من الفوق هكا كنكمل بهذه الطريقة. نديكوريها كتجي زوينة في المنظر. بحال هكا كتشوفو يجي بحال هكا. دابا غادي ندير فوق منها. شنو غادي ندير؟
غادي ندير هذا غندير لي فروي اللي بقاو لي وغندير لا كريم شانتيه دونك بحال هكا نذوقها لا كريم شانتيه من الفوق وغادي ندير هاد المندارين قال هذا الحشي غير في جنيبات باش ما يبانش دونك بحال هكا دونك تشوف انا ساليت الحليوه ديالي اللي جايه كنتمنى انها تكون عجبتكم كنتمنى ان الحلوه ديال اليوم تكون عجبتكم كنتمنى ما نكونش طولت عليكم وان هذه انها لي فيديو اللي كندير كما يعجبوكم وقع على قد الحال المهم كنحاول ان نشارك معكم واحد اللحظات اللي انا كيعجبوني سواء لا في المطبخ ولا ملي كندير حاجه اخرى مثلا ملي كنخرج بلا موطو هذا انا شي حوايج اللي قرابين على قلبي وكنبغي نشاركهم معكم دونك الحلوه ديال اليوم وي بحال هكا جات بحال هكا كنتمنى تعجبكم كنتمنى تجربوها بلاتي غادي نقطع طريف منها ونوريكم كي غنجي حتى من الداخل من الصباح حتى من الداخل ديجا راه تقدر تبان لكم من هنايا كيفاش دايره عامره بلا كريم وعامره بالنوازيت وعامره بداك لي فخوي اللي درنا من الداخل دونك كنتمنى ان الوصفه اليوم تعجبكم ومرحبا بتعليقاتكم إلا عجبتكم بارطاجيو وضغطوا على اللايك واشتركوا لك كما كنتم تشتركوا شكرا على اللايك